المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن نص كوباية من عسل النحل، كوباية الا ربع من المكسرات، والمكسرات حسب ما احنا حابين نوع المكسرات والكمية، كمان ممكن نص كوباية، بس انا هنا حاطة كوباية الا ربع مكسرات مشكلة، وكمان معاهم سمسم. معايا هنا 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من السمنة البلدي الفلاحي، وهنا معايا نص كوباية من الحليب المكثف المحلى المكرمل. ممكن يبقى حليب مكثف محلى عادي، وممكن نلغي الحليب المكثف المحلى ونخلي كوباية كاملة من عسل النحل. دلوقتي في طاسة على النار هحط فيها المادة الدهنية بتاعتي. دلوقتي هنزل بالدقيق بتاعي وهفضل اقلب لحد ما الدقيق يبقى معايا لونه ذهبي فاتح. دلوقتي الدقيق اخد اللون الذهبي الفاتح بالطريقة دي، بالشكل ده كده معانا. هنزل بقى بالعسل، وهنزل بمعلقتين كراميل او حليب مكثف محلى بالشكل ده كده. دلوقتي هقلبهم كويس جدا واجيب الحراف كده. دلوقتي بقى هحط رشة من الفانيليا، رشة صغيرة. دلوقتي هنزل بالمكسرات بتاعتي واطفي النار كده. العجمية بتاعتي بقت دافية معايا، مش باردة ومش سخنة، يعني اعرف امسكها. شايفين بقى الحجم طبعا اللي احنا حابينه، والمكسرات حلو جدا ان هي تكون مش مطحونة ناعم علشان تبقى مقرمشة معانا بالشكل ده كده. وبكده شكل العجمية بتاعتنا بعد ما خلصت. طعمها حلو جدا، جربوها في الكحكة هتعجبكم. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يعمل لايك وقولي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.